هنا مثل ما تشوفون الستركتر اللي عندنا للانتي انتي اتش اي في اللي هي بروتيز او ترانسكريبتيز انهبيتر ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتر اللي هو اللي لاموفودين لاميفودين سوري والزيدوفودين وال الداي دانوسين وجماعته. هنا عندي ان 3 تشين ترمينيتنج جروبس. هاي تشين ترمينيتنج جروبس. شو قصد تشين ترمينيتنج جروبس؟ تشين ترمينيتنج جروبس شنو معناته؟ تذكرون من حكينا قلنا بانه الدي ان اي بوليمرايز راح ياخذ لي النيوكليوسايد تمام نيوكليوسايد ترانس عفوا ياخذ لي الترايفوسفيت نيوكليوسايد حيربط لي اياها بالدي ان بالجراوند دي ان اي. وقلنا هاي هنا حكينا هاي الخطوه هاي تمام اتاشمنت اوف ذا اسكلوفير نيوكليوتايد سوري الى الجراوند دي ان اي تمام. فهنا هنا نفس السالفه هنا نفس السالفه هنا انه هذني ايش سميناها تيرمينيتنج جروبس لانه هذا نفس الشغل وين راح سوري هم نفس الشغل تجي يجي دي ان اي بوليمرايز يربط لي اياهن هذني الادويه وين بجراوند دي ان اي تمام. بسبب انه صار عندي موديفيكيشن على الشجر هنا عندي سلفور هنا عندي نيتروجين اتوم فراح يعيقولي ال النيوكليك اسيد تو بي اكستندد مور اكستندد فراح يصير ترمينيت قطع قطع لسلسله الدي ان اي. احنا الدي ان اي قاعد يستنسخ قاعد يعني قاعد نصنع دي ان اي شريط دي ان اي جديد. فهذا اللي يجي الدواء يجي عن طريق البوليمريز انزيم يجي يقعد بالطريق من قوسين مثل ما نقول يعني بالطريق يعني ويعيق لي الاكستندنج مال هذا النيوكليك اسيد يعني يوقف لي عمليه الاستنساخ تمام. فيسموه تيرمينيتر قاطع للتشين تشين تيرمينيتر تمام. ليش بسبب وجود انه هاي الان 3 جروب والاس جروب. فاذا اشر لكم مثلا جاب لكم ستراكس واشر لكم على الان 3 شنو فاتهم قلنا انه تيرمينيتنج جروب مسؤول عن التيرمينيتنج اكشن ما منهم اللاميفودين والزيدوفودين. فهذني ركزوا عليهن يعني يجيب لكم لاميفودين وزيدوفودين هذني تشين تيرمينيتر لازم تحددون نوع الميكانيزم اوف اكشن مدوه مالتي. فهذا دور التشين تيرمينيتر ليش من سبب صار عندي موديفيكيشن على الشوجر رينج. هاي شوجر رينج يسموها صار بيها موديفيكيشن انه صار هنا عندي سلفور هنا وهنا ان 3 خوش الدانوسين هذا الانوسين جروب يتحول الى ادينوسين فقط يبدل الكربونيل جروب. هاي الكربونيل جروب بدلناها ان اتش 2 تمام. وهذا الاباكافير وجماعات استافيدين وشرحنا انه هذا اديفوفير وتينوفوفير قلنا هذا عنده مونوفوسفيت جروب بروتكتد باي تو استر جروب تمام. هذا تو استر جروبس وبعدين حصل له هذول لايس ذني استر جروب ويعطيني فوسفيت ويقطع الترافو يعني يتحول الى ترافوسفيت ويهجمني على الفيروسات تمام.